أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن العليم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dhalikal yawmul haqq fama syaa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum 'adaban qariba. Yawma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul wayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim.